مساء الخير. ضيفي اليوم هو أحد الوجوه البارزة بالحركة الإصلاحية في فتح، وهو القيادي الأول في هذه الحركة في لبنان، ويعد أحد المطلعين البارزين على الواقع اللبناني والعلاقة اللبنانية الفلسطينية، ناهيك عن العلاقة المهتزة بين الفصائل الفلسطينية. إنه العميد محمود عيسى الملقب باللينو. اليوم لقاؤنا معه له أهمية، ويأتي فيما تشهد القضية الفلسطينية أسوأ مراحلها بعدما أصبح الإعلان عن صفقة القرن قريبا، والتي تضع مصير الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج في طريق مجهول. أرحب وإياكم مشاهدينا بالعميد محمود عيسى اللينو، وأتوجه إليه بالسؤال الأبرز والأهم، وهو: ما هو مصير اللاجئين إذا أصبحت صفقة القرن حقيقية وواقعية؟ أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. أهلين. الحقيقة خلينا نبلش في البداية. صفقة القرن بدها مواجهة حقيقية. لا شك أنه بنودها بعدها ما أعلنت، بس ولكن هناك مخاوف كثيرة، وخاصة على مؤشر اللاجئين. مؤشر اللاجئين أصبح في لبنان بعد ما حل محل باللاجئين في العراق، وإخواننا اللاجئين في سوريا أصبح مؤشر اللاجئين في لبنان. فهون إحنا نستشعر بالاستهداف، لذلك مطلوب تحصين اللاجئين داخل مخيماتنا، لأنه مخيماتنا هي شاهد ملك على أنه إحنا لاجئين. فمن هون مطلوب رؤية، وبعجالة، رؤية فلسطينية لمعالجة وضع اللاجئين داخل مخيمات لبنان، لأنه إحنا بصراحة بكل وضوح نستشعر أنه في هناك استهداف من كافة النواحي، إن كانت الأمنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الآفات اللي عم نواجهها داخل مخيماتنا. نحن كتيار قدمنا رؤية كاملة متكاملة إلى علاقة بمعالجة الأمور، لحين الانتظار حتى الفصائل تقدم بعض الرؤى حتى نستجمع كافة أفكارنا ورؤيتنا حتى نحسن حالنا داخل مخيماتنا. قدمنا رؤية إلى علاقة بالأمن، إلى علاقة بالتنمية الاقتصادية والبشرية، إلى علاقة بتفعيل وتطوير اللجان الشعبية داخل المخيمات، لأنه هي بتشكل عبارة عن بلديات داخل مخيماتنا. صحيح. في لبنان. طب ولكن عميد، أنا حأسألك عن واقع اللاجئين داخل المخيمات وعن مخيم عين الحلوة أيضا، ولكن كيف سيواجه الفلسطينيين عملية التشتيت إذا ما فعلا حصلت؟ هل سيكون الجهد يجب أن يكون أولا على صعيد الفصائل مشترك وتحسين ربما هذا الانقسام أو حل الانقسام الفلسطيني، وأيضا اللاجئين كلاجئين يعني كإنسان أو كبشر موجودين في هذه المخيمات، ماذا عليهم أن يقوموا لمواجهة هذه العملية؟ كلام سليم، سؤالك مهم جدا. الحقيقة بحاجة احنا لرؤية. لا شك انه الانقسام اللي ذكرتي بداية سؤالك، والانقسام هو عكس حاله هون سلبا على الساحة اللبنانية. وخلينا نكون واقعيين، نحكي الامور مثل ما هي، هاي الحقيقة. فلذلك مطلوب مننا توحيد جهودنا، نطلع من النظرة الفصائلية الضيقة اللي هي عم بتشتت اهدافنا. الحقيقة اخواننا اللبنانيين قاموا عليهم بموضوع لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني، قدموا رؤية مش ممتازة، أنا بعتبرها برأيي الشخصي أكثر من ممتازة. هاي بحاجة الرؤية الفلسطينية الموحدة. نعم، الفلسطينية اللبنانية. أما أخواننا اللبنانيين قاموا بالواجب اللي عليهم، اللي هن شكلوا لجان نيابية مشكلة من كافة الأحزاب والقوى مشاركة فيها. صحيح. والقوى اللبنانية. وفي إجماع على هاي الرؤية اللي هي كيفية إدارة شؤون اللاجئين في لبنان. احنا مع هاي الرؤية يجب أن تطبق. المشكلة وين؟ المشكلة إنه عنا أزمة قيادية ما لاقت بالمقابل هاي الرؤية وتفعيلها حتى تروح باتجاه الإقرار بالحكومة اللبنانية. فهون احنا بأمس الحاجة بهذا الوقت إنه نروح نعمل مقاربة سياسية وحقوقية مع الحكومة اللبنانية من أجل تحسين وضعنا داخل المخيمات من كل النواحي. هاي رؤية كتير فيها نقاط مهمة جدا، إلى علاقة بإقرار الحقوق المدنية، حق التملك إلى آخره، وموضوع في إجماع موضوع رفض التوطين. هذا التوطين اللي إحنا مستشعرين أصبح صار في ضغوطات، يعني كيف إحنا بدنا نواجه إحنا والدولة اللبنانية ضغوطات إذا كان في هناك تجنيس أو في توطين أو في تشتيت.
أو في تشتيت للاجئ الفلسطيني من لبنان. فلذلك في مصلحة لبنانية فلسطينية أنه نطور هاي العلاقة مع الدولة اللبنانية حتى نحسن وضعنا داخل لبنان ونواجه صفقة القرن، لأنه إحنا مستشعرين أنه صفقة القرن لا أول ما بدها تستهدف بعد القدس بدها تستهدف اللاجئين. طب عميد، تتحدث حضرتك عن عدم أو غياب هذه الرؤية الفلسطينية اللي لازم تواكب أيضا الرؤية اللبنانية، هل سبب أو هل الانقسام الفلسطيني هو أساس غياب هذه الرؤية؟ وهل وجود ربما مصالحة أو وحدة فلسطينية ستؤدي إلى تحسن أوضاع اللاجئين في لبنان؟ طبعا هو الانقسام عكس حاله بوضع سلبي في الساحة اللبنانية وعلى كافة الساحات، بس تحديدا الساحة اللبنانية لأنه احنا بنعتبرها مؤشر لجوء بعد ما صار بالساحات، بعد ما صار بالساحات الرئيسية اللي هي مثل سوريا تحديدا. فمن هون مطلوب حقيقة من القيادة الفلسطينية انه ضمن جو صفقة القرن، انا مش مطلوب مني بس اقول لا، يعني منوجه رسالتنا للرئيس الفلسطيني، انت بتقول لا شو عملت؟ القول بدي صدقه دائما العمل على الأرض. أنا لما أرفض بدي أجمع بيت الفلسطيني، مطلوب من واجبي. شو في عندي خيارات؟ عندي خيارات، مش أقول ما عندي خيارات، لا عندي خيارات أجمع بيت الفلسطيني وأروح باتجاه رؤية واحدة فلسطينية بعيدة كل البعد عن النظرة الفصائلية الضيقة وأواجه هاي الصفقة وأسقطها. بس أما بسكوتي هذا مجرد أني أقول لا، أنا أعتبر شريك الصفقة. ماشي الصفقة رح تمشي، إذا أنا ما عملت شيء الصفقة رح تمشي. كذلك بموضوع غزة، موضوع غزة مهم جدا، شفنا المسيرات العودة اللي هي بتشرف وتقدم شهداء وجرحى، ومش بس الموضوع موضوع مطلبي، لا في قضية، فيش مزبوط في مطالب محقة بس كمان في قضية. فلذلك أنا لازم أجمع قواي وبيت الفلسطيني أروح باتجاه رؤية كاملة متكاملة مواجهة صفقة القرن. دول عربية موقفها الرسمي ممتاز، بس مطلوب من الفلسطيني، من البيت الداخلي، يعني من البيت الداخلي اني انا اقوم برؤية، او يكون في اقتراحات كتير نروح على مؤتمر وطني عام يجمع البيت الفلسطيني ونطلع برؤية واحدة ونواجه صفقة القرن. طب اي مؤتمر وطني اذا بقينا مشتتين يعني أي مؤتمر وطني عميد سيستطيع الفلسطينيون يمكن عقده؟ يعني بوقت كان المجلس الوطني الفلسطيني لم يستطع جمع الفصائل، كان هناك غياب وتهميش واضح للبعض. أي مؤتمر وطني سيستطيع وضع حد لهذه الخلافات؟ للأسف اللي صار بالمؤتمر الوطني يعني مؤتمر معلق على 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 قدر اشخاص معينين، وهذا بتحمل مسؤوليته بكل صراحه الرئيس الفلسطيني. خلينا نكون واضحين، هو اللي قادر يجمع، هو اللي قادر يجمع البيت الفلسطيني. اما اذا ما قام بخطوات عمليه، انا برايي الشخصي هاي بتنحط بدائره الشبهات بكل وضوح. لكن شو خياراتك؟ هون السؤال الكبير، اين خياراتك؟ وخلينا نكون واضحين، أنا بداية حديثي قلت عن غزة، غزة أرض محررة. أنا إذا بدي أروح على غزة وأجمع البيت الفلسطيني، أنا المفترض بكل وضوح إنه مؤسسات السيادية تكون موجودة بغزة، مش العكس. بس ولكن غزة يقال إنه هي تحت سيطرة حماس، كيف سيستطيع الرئيس الفلسطيني نقل المؤسسات وهي قطاع غزة تحت سيطرة حماس؟ نعم، إخواننا المصريين قاموا بمبادرة مصالحة كتير مهمة جدا، مهمة جدا. فلذلك اللي واضح انه التعنت حسب ما عم يتسرب، انه من جانب الشرعيه، من جانب الرئيس، من جانب فتح. فلذلك انت ام الصبي بتقول مفروض تخطي خطوات ايجابيه بهذا الاتجاه حتى نحسن وضعنا الداخلي في ظل ما يقال عن صفقه القرن او صفقه العصر اللي جايتنا. فلذلك ما في سبيل اخر لمواجهة هاي الصفقة إلا بالوحدة. فيما يتعلق بالمخيمات في لبنان وبالتحديد في مخيم عين الحلوة، نعم. أنت الأدرى ومطلع كثيرا يعني على الوضع الميداني، هل تمكنتم من طرد فلول التكفيريين من مخيم عين الحلوة أو مواجهتهم؟ نعم، خلينا نكون واضحين، المخاطر خفت كثير، بس ولكن في الآونة الأخيرة ترددت معلومات لها علاقة ببعض الأفراد وبعض الأشخاص اللي إجوا من سوريا بالآونة الأخيرة،
وفيها بعض المعلومات تقاطعت وكانت صحيحة، فلذلك في بعض الهواجس ما زالت قائمة. لذلك احنا بنطلب انه نطور عملنا الامني والشراكي ما بين الفصائل حتى يكون عندنا قوة امنية فعالة كما يجب. في قوة امنية؟ في قوة امنية ولكن مش فعالة كما يجب. الحقيقة احنا نطمح الى قوة امنية مشارك فيها الجميع تكون فعالة اكثر من اللي موجود. طب إذا بدنا نتحدث عن العلاقة مع حماس، كيف هي العلاقة؟ هي علاقة جيدة اليوم مع حركة حماس، ما هو مستقبل هذه العلاقة؟ احنا علاقتنا مش بس مع حماس، مع كافة الفصائل، الجهاد الإسلامي والجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وكافة الفصائل الفاعلة داخل مخيماتنا كذلك. يعني هذا عكس حاله لأنه بغزة كمان عندنا لجنة التكافل، هي مشكلة من حماس والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية والجهاد الإسلامي، تقوم بعمل كتير ممتاز، وهون احنا على تواصل ودائما بنتبادل الافكار حتى نلاقي مخارج ونخفف من معاناة ابناء شعبنا داخل المخيمات، لانه في افات كتيرة مش بس الوضع الامني. عندنا وضع كارثي له علاقة بالبطالة، له علاقة بالحالات الاجتماعية، له علاقة بموضوع الانروة اللي جايينا اسا، موضوع الانروة، تقليصات الانروة. لذلك يجب بصراحة بكل وضوح انه احنا ما نعارض الانروة، الانروة لازم نبني معها شراكة حتى نحمي هذا الشاهد القانوني. الانروة شاهد قانوني على انه احنا لاجئين، لذلك انا رأيي ورأي اخواني طبعا انه احنا نبني شراكة مع هذه الانروة المؤسسة لانها شاهد قانوني علينا، ونساعد في تخفيف موضوع التقليصات. كيف؟ وكذلك ندعو كيف بتطوير اللجان الشعبية عندنا. احنا ما بدنا نلغي دور الأنروة لأنها شاهد قانوني، قلت بداية حديثي، بس ولكن إذا احنا طورنا اللجان الشعبية داخل المخيمات وقدمنا رؤية للمؤسسات الأهلية اللي هي فعالة وما زالت عم بتقوم بواجباتها، لو انه بعض المؤسسات عليها بعض الملاحظات، خلينا نكون صريحين، عم بحكي بكل صراحة، وفي مؤسسات الدولية بالشراكة مع اللجان الشعبية نخفف من المعاناة اللي موجودة والأفات اللي موجودة داخل المخيمات، بس ولكن بالشراكة كمان مع الأنروة حتى ما نلغي دور الأنروة. دور الأنروة أعتقد التقليصات ما لها علاقة بالفلوس وبالإمكانيات، بكل وضوح أنا أعتقد هذا قرار سياسي، قرار سياسي لإلغاء دورها لأنها هي شاهد قانوني باختصار. عميد، في ظل الواقع الملتهب اللي في المنطقة، كيف سيكون رد فعل اللاجئين الفلسطينيين بحال وقعت حرب إقليمية في المنطقة؟ حتى نكون صريحين، احنا بداية الأزمات اللي صارت بالدول العربية وتحديدا بسوريا، احنا كنا بعيدين كل البعد، كل الفصائل حتى، عن أي تجاذب أو أي اصطفاف بيبعدنا عن قضيتنا. نحن إن قضية المطلوب الكل يكون معنا بصراحة، وهاي الحروب اللي صارت الجانبية الحقيقة احنا الخسران الأكبر كفلسطيني وكقضية، احنا الخسران الأكبر فيها. لذلك احنا كفلسطينيين بعاد كل البعد مش بس بالساحة اللبنانية، وهذا القول صدقناه بالفعل وبالعمل وأكدنا عليه مرارا انه بعاد كل البعد، ولن نكون في اصطفاف اي او اي تجاذب ممكن يحصل هون او هناك. نحن اصحاب قضية دائما، ودائما بنطور علاقاتنا مع الاحزاب والقوى اللي هي قريبة من قضيتنا. قديش هو هذا الحزب وقديش هذا الجهة او هاي القوى قريبة من قضيتي، قديش انا ممكن اطور علاقتي معها لاستفيد من حالتها بكل صراحة. أنا بدي أشكر كتير العميد محمود عيسى لينو على هذه المعلومات وعلى هذه المقابلة، شكرا جزيلا لك، على أمل لقاء مع حضرتك بلقاءات أخرى وحوارات أخرى. شكرا لك.